هاجروا ولم يعود، لا يعرف لهم أي أثر لحد الآن منذ سنوات. شباب جزائري من وهران قرروا الحرقة، فحرقوا أفئدة أمهاتهم اللائي سرنا ثكلى بدون وثائق إدارية، وفتتوا قلوب أبائهم. هي قصة الحراقة المفقودين التي تحولت إلى ملف طابو. البلاد تفتح قضيتهم من جديد وتحاول أن تقتفي آثارهم في هذا التحقيق الذي يصور معاناة ذويهم وأقربائهم. سؤال واحد في قضيتهم الدرامية يحتاج إلى جواب: أين مصير هؤلاء الشباب؟ هل ماتوا؟ هل هم على قيد الحياة فعلا؟ وهل هم محتجزون في السجون المغربية؟ تابعوا الجزء الأول من هذا التحقيق في حصة تحقيقات البلاد.